احتجاجية بنوصلها للعالم ولكل شرفاء العالم، أن شباب في جيل زهرة الورود حرموا من إقامة حفلهم في الضفة المحتلة وفي القدس المحتلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. أجمع أنه الاحتلال الإسرائيلي يمعن في قامع الشعب الفلسطيني في كافة أوجه الحياة، من اقتصاد ومن جغرافيا ومن ثقافة ومن فن. رسالتنا نوضحها للعالم جميعا، أن قطاع غزة لا يصدر الإرهاب، قطاع غزة يصدر الفن ويصدر السلام أيضا، ولكن الاحتلال يقمعه في كل شيء. أنا من ضمن الفرق اللي مشاركة في مهرجان فلسطين الدولي لسنة 2016. عملنا حفل هان في غزة في رشيد الشوى يوم 27/7، وكان لنا حفل مقرر يوم 6/8 اللي هو اليوم في مسرح الحكواتي في القدس. طبعا تم منعنا من قبل السلطات الإسرائيلية، فقررنا انه احنا مش رح نقف، يعني مش رح نضلنا ببيوتنا ما نعملش الحفلة، لا هنعملها وفي ايرس كمان والجمهور كله يشوف. طبعا رسالتنا رسالة سلام، رسالة انه حرية الحركة والتنقل ما بين كل المناطق الفلسطينية في الضفة، في مناطق 48، في قطاع غزة هنا من للضفة، فهي رسالة سامية كتير. أنا من المفترض انه نعمل احتفالنا هذا في القدس، فتم الرفض من قبل الاحتلال، فصررنا هذا اصرارنا انه برضه منع او ما منع حنعمله، يعني في الاراضي الفلسطينيه طبعا في القدس او في غزه حنعمله يعني، والحمد لله هنا اليوم حنعمله هنا. اليوم اجينا على بوابه معبر بيت حنون، معبر ايرز، نقدم رساله للاحتلال اللي منع فرق الدواوين من 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 المرور عبر معبر ايرز للغناء على مسرح الحكواتي في القدس المحتله. هذه رسالة بنوجهها للإسرائيليين وللعالم، اللي هو بنقدم فيها رسالة تقول للاحتلال إنه في عنا مواهب وفي عنا غنى وفي عنا محبين للسلام، بس الاحتلال طبعا بمنع ظهور هاي الحالات أو هاي النشاطات لأنه هذا محتل، بحاول يجمع حريتنا في التنقل عبر معبر إيرز بيت حنون.